يقول: أنا رجل في مواسم الصيد أقوم بصيد الصقور ثم أبيعها. إيش؟ أنا رجل في مواسم الصيد أقوم بصيد الصقور ثم أبيعها، فهل بيعي لها جائز؟ سباع الطير وسباع البهائم لا يجوز بيعها، والكلاب لا يجوز بيعها، ما يجوز بيعها، الأصل أنه ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، الطيور التي تؤكل، الطيور التي تؤكل تباع، أما الطيور المحرمة والطيور السباع منها لا يجوز بيعها. نعم.